اشفى برك على عبارة الشك دمار يتهدو. لذلك حتى في أمر القضاء لا يعاقب لا يؤاخذ الإنسان بالشك، لا يؤاخذ. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. وقاعدة أخرى أن الشك يفسر لصالح المتهم، لذلك الشك أذير نتسى تماما. ما يشمد الشك ذي الدوني ثب مذان بقى الآخر. وموضوع الشك أيضا أي غير تسد القاعدة إن يقول كاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك ويزول بيقين مثله. يون يغلظ يغلظ ذين ولا قرا فيكش من الشك يخدم تجاره ينس مضبوطه مضبوطه ديني قلان قد يخطئ ويرفع عن الاثم، ولكن لا نؤاخذ الناس بالشك. مثلا واحد دخل العيله حوس على حاجه ما لقاهاش، دراهم هاتف نقال كاش حاجه ذهب خاصه كيدخلوا هذو الذهب والفضه وكذا، مباشره اجمع الشك. وعلى بالك سبحان الله قال استنثروحي يشبح ثروحي، ولكن خدم على الشك خطير. الشك مشكله، اذا كان واحد يروح للقضاء يروح للامن وكذا تقول شكيت في فلان مشكله، خلاص كيفاش يسمح لك؟ واذا كان سمح لك كيف يسمح لك؟ مشكله كبيره جدا. وكاين الناس يقول لك وصلت لهذه خلاص يلد فروحي تشبح، سمحتي على هذا القوس المفتوح، لان الشك يدمر العلاقات ويقطع الاواصر ويقطع الصلات، نسال الله العفو والعافيه. ولكن في الامور الاخرى خويا عادي الحمد لله، مثلا في الصلاه وكذا عندنا احاديث عندنا كلش اسيدي ونرقع صلاتنا والسلام.